الحية للقلعة الحصينة للقلعة المتينة في أرضية الميدان. ديربي العتيبية يبدأ بهذه الصورة. ديربي العتيبية يبدأ بالنقص العددي لعناصر نجوم المستقبل بنقص لاعبين، لكن النقص قد يولد القوة، قد يعطي الشانس للكتيبة لنجوم المستقبل. المطافة لكرة فيها زيادة عددية، لكن الكرة أصبحت متأخرة، تغيير وجهة اللاعب أقرب للحارس، رائعة، لكن الكرة في النهاية إلى خارج أرضية الميدان. عبد الله إلى رمية جنوبية حاضرة، ملعوب هذه بالسرعة، رائعة الكرة، لكن الحارس تاكلينج رائع وتدخل نموذجي من هذا العرض من امام وجدي ازهر. يا سلام على شيبو، يا سلام، رائعه ووزع، والكره ايضا مرت، عادت من جديد والتصويبه مرت من الدفاعات، عادت بعد ذلك الان في هذه اللقطه عبد الله عمري، ومن يتقدم من اجل هذه الكره يعطي توزيع عالي رائع الى خارج ارضية الميدان. بعد تسجيل هدف اول على اقل تقدير، بعد ذلك مجرد النسق. الان كرة رائعة العمري، والتصويب مستعصي هذه الكرة. مسألة هذه كرة حاضرة مرت من ناس الكل، وتصويبها الى خارج الميدان لضربة جانبية. يتجولون في ارجاء الملعب بحثا عن هدف اول. هذه كرة، يا سلام يا دولة، رائع يا عبد الرحمن، رائع يا الانتظار، يوزع، والكرة رائعة. مش معقول، غير العمري، وتصوب الى خارج ارضية الملعب. الكرة الموجودة والتوزيع على القائم الثاني، وجدي، اوه يا وجدي، كرة وجدي الى خارج ارضية الملعب. جديد حاضرة من دولة، ناقصة، الى شيبو، رائعة، كرة جول، يا سلام، الان جاءت الكرة في الشباك، يا سادة، اول الاهداف بهذه اللمحة الرياضية بهذه الكرة والفلتة. يا عين يا شيبو، رائع شيبو بالتمرير، لكن اسماعيل، الان يدك الحصون، القلعة ملعوب، الكرة إلى وجدي، رائعة، كرة جول، يا سلام على العمري وثاني الأهداف، العمري يسجل ثاني الأهداف في هذه الليلة. القلعة، هذا اللون عليكم يجنن، يا القلعة بكامل الأوصاف، بكامل الإبداع، يستفيد من هذه الليلة الصعبة. الشوط الثاني متابعينا الكرام من هذه السهرة الرياضية، شوط أول تركناه ينتهي طبعا بنتيجة تقدم عناصر القلعة بهدفين طبعا مقابل لا شيء بالنسبة لنجوم المستقبل. اسماعيل أن يدك الحصون بهذه الصورة، هذه كرة واصلة للسبعين، وجدي، بعيدة عليه هذه الكرة، يا سلام يا دولة، يا سلام يا عبد الرحمن، دولة بهذه الكرة. مولد يخسر الحوار، عادت من جديد، أوساوي، كرة أوساوي ناقصة، واصلة من جديد، وتوزيع رائع الكرة، وجدي هذه جول، يا سلام يا سلام، رائع وجدي بهذه الكرة، لكن شيبو ما شاء الله عليه شيبو، يا سلام على التوزيع والأساس الأجمل من الهدف. هذه رائعة، يا سادة، الهدف الثالث يأتي بروعة، وجدي أخيرا عاد على الحصينة، وهذه كرة من جديد، مالك، يعطي كرة لوجدي، الله حي الرابع جاي، هذه كرة جول، الآن عبد الرزاق عاد دافع لهم بهذه الكرة.
يا سلام على المتابعة يا بكر يا معاذ، وذي الكرة عودة له، عودة له، والكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. مالك يعطي الكرة لعبد الرزاق، رد بالك، هذه جول جول جول. يا سلام يا سلام، رابع الأهداف بهذه الكرة، عبد الرزاق بهذه اللمسة، كرة تدك الشباك. إذن يعطي كرة بينية رائعة، لكن بطول الساقين عاد بها بيطار، هذه رائعة، جول جول جول. لا لا لا، الكرة إلى ماذا؟ الكرة الآن يعطي الأوامر لبكر، بكر والكرة، بكر جول، بكر جول، بكر جول، بكر جول. يا سلام يا بكر، يا سلام يا بكر، القلعة الليلة بكامل الأوصاف. هذه الكرة ولا ما فهم وراء بهذه الصورة. مالك هذا منذ أن جاء في الشوط الثاني أبدع وأقنع وأمتع في أرضية الملعب. هذه رائعة، هذه رائعة، هذه رائعة، مجدي جول. يا سلام، سداسية الآن أصبحت، قاسية الآن أصبحت، ست أهداف كاملة في هذه الليلة الرياضية. كثيرة هي الأهداف والمتضرر واحد، كثيرة هي الأهداف والمستقبل في ملعب ملك. من غير المعطيات؟ هذه الكرة ملعوبة لعبد الرزاق، جول جول. الهدف السابع يأتي في هذه اللحظة، سابع الأهداف. صعبت هذه المباراة يا سادة على نجوم المستقبل، أصبحت مستحيلة، لكن الروعة الروعة، كل الروعة للقلعة. إلى اليمين الخزاعي، الخزاعي إلى عبد الرزاق، عبد الرزاق بمهارة يعود. إذن في هذه اللحظات أيها السادة، صافرة النهاية تأتي بانتصار كبير.